وقوله جل وعلا كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن غلبت الكدرة لا تكون إلا بالإيمان ونصر الله وتأييده والصبر. كم من فئة قليلة؟ لأن الإسلام لا ينتصر لا بعدد ولا بعتاده، ينتصر بالحق الذي هو موجود في قلوب أهله، وحين يتخلف هذا الحق عن قلوبهم يهزمون. الصحابة على ذلك قدر وعظيم مزياتهم حين أعجبوا بكثرتهم يوم حنين غلبوا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لن تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الماديون الآن والسطحيون يعتقدون أن الإسلام لا ينتصر الآن في حروب مع الصليبيين لقلة عددهم وعتادهم، والحقيقة لا نخشى القلة لا في العدد، إنما نخشى الضعف الإيمان وضعف التوحيد في القلوب. إذا وجد هذا فلو كان ثم رجل واحد لانتصر، هذا وعد من الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم وحديث مسلم: ولا تزال عصابة، لا تصور أن أرخ بلاد العلم وطلبة العلم للجهاد والمجاهدين أن هذا يضرهم، لا لا يضر إلا أنفسهم، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من البشائر. ولا تزال عصابة من أمة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم، إشارة إلى وجود الخذلان كتهيئة للنفوس، ولا من خالفهم، إشارة إلى أناس يخالفونهم في أفعالهم وطريقتهم ومنهجهم، وأنه لا يضرهم لا من خالف ولا من خذل، فسيروا على بركة الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. عند أبي داود لفظ مسلم، لفظ أبي داود حتى يقاتل آخرهم الدجال.